السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم سأقدم لكم غلاس نوغا اللي كيجي أحسن من المحلات بكثير. يمكن تقدموه في المناسبات ديالكم أو أعيادكم أو لما لا في الأيام العادية. كما كنعرفوا الآن حنايا في فصل الصيف وكنميلوا لأي حاجة يعني باردة، فإن شاء الله هذه الوصفة هذه فهي ممتازة لكم وكتجي رائعة جدا وراقية أيضا يعني في التقديم ديالها. وايضا غادي تشاهدوا معايا الطريقه كيفاش نحضروا الحليب المركز المحلى يعني بمواد متوفره في كل بيت، يعني بلا ما نشريو، كنعرفوا بانه غالي الثمن. فان شاء الله الا بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير بقاو معايا لنهايه الفيديو وفرجه ممتعه. فبسم الله، اول حاجه غادي نبداو بها هي لا نوغاتين. غادي نحتاجوا فيها هنايا 150 غرام من اللوز. اللوز يعني عادي غسلته هكا وكنخليه بالقشور ديالو. سنحتاج ايضا مع 150 غرام من السكر ما يعادل كاس شاي ممتلئ. ساحتاج ايضا لعصير نصف ليمونه او حامضه، وساحتاج ايضا ملعقتان كبيرتان من الماء. فكناخذ واحد الكاسرول كنوضعها على النار، وبعد ذلك غادي نحاول نفرغ فيها السكر مع ملعقتان كبار من الماء. نحرك المكونات جيدا تنسجموا مع بعض، وبعد ذلك نضيف لهم عصير الليمونة نخلي يعني المكونات تغلى جيدا، وبعد ذلك نضيف لهم اللوز ونبقى نحرك يعني مع التحريك المستمر تكيت كراميليزا هذاك اللوز، يعني كيولي لون السكر بني غامق. وبعد ذلك كنطفيو المقلاة يعني ما نخليوش يحترق، فقط يصير على هذا الشكل هذا وكنطفيو عليه النار. من بعد كناخذوا هنايا ورق الزبده او المطبخ، انا دهنته بالقليل من الزبده باش نتفادى الالتصاق، وكنفرغ فيه هذا الخليط هذا وكنوزعه بشكل متساوي، يعني حبه اللوز ما تكونش واحده فوق الاخرى حتى كنحصلوا على واحد الطبقه رقيقه، وكنخليوها كتبرد حتى كتماسك يعني بدرجه حراره المطبخ. وبعد ذلك غنحاولوا نقسموها الى اجزاء، انتم غادي تشوفوا معايا كل شيء بالفيديو. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما تماسكت لينا الطبقه ديال اللوز كما كتلاحظوا صارت على هذا الشكل هذا. غادي نحاولوا نقسموها الى اجزاء صغيره باش يسهل علينا يعني نفرموها من بعد بهذه الطريقه هذه، يعني كتكسر بسهوله. بعد ذلك غادي نستعين بواحد البلاستيك غذائي وغادي نوضع فيه لانوغاتين ديالي، ومن بعد غادي نستعين بمدلك وغادي نحاول نفتو الى اجزاء صغيره. يمكن نتوما تستعملوا الاله ديال الفرن العاديه، انا فضلت هذه الطريقه هذه يدويه ويعني عمليه بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنحصلوا على نوغاتين بهذا الشكل هادي، كنوضعوها جانبا وكنمروا باش نحضروا الحليب المركز المحلى. فبالنسبه للمقادير سنحتاج لكاس من السكر، يعني كنعبروا بنفس الكؤوس، وكاسان من الحليب البارد. دائما الحليب كيكون ضعف السكر. كنفرغوا جميع المكونات في واحد الكاسرول، وطبعا كنخليو المكونات على نار متوسطه ودائما مع التحريك المستمر باش ما نخليوش الحليب يعني يفيض لنا، لانه فاش كيوصل لدرجه الغليان يقدر يفيض لكم الى ما رديتوش ليه البال. وكنستمروا حتى يعني المستوى ديال الحليب كينزل وكنحصلوا على نفس القوام ديال الحليب المركز المحلى. انتم غادي تشوفوا معايا في الفيديو.
وهنايا كنكونوا حصلنا على الحليب المركز المحلى، كنوضعوه هنايا في واحد الاناء زجاجي وكندخلوه للثلاجة باش يبرد ليا جيدا قبل ما ندير يعني الكلاص ديالي. القوام ديالو كيكون على هذا الشكل هذا لانه مازال ساخن، ولكن فاش كنوضعوه في الثلاجة يصير اتخن وسميك القوام، يعني رائع جدا ويعني اقتصادي. فبالنسبه للكلاص سنحتاج لها 400 مللتر من الحليب البارد، الحليب اللي كنوضعو كنكون وضعه في المجمد، وايضا عندي بودره الكلاص بنكهه الفاني ويمكن تعويضه ببودره الشانتيي مع كيس من الفلون فاني كيعطي نفس النكهه. وبالنسبه اللي كيسولوني فمنتوجات ايديال مسموحه بالنسبه للسيلياكيين لانها خاليه من الجلوتين. كناخذ 400 مللتر من الحليب وكنفرغ فيها الظرف كامل ديال الكلاص، وكنحاول نخلط المكونات جيدا نخفقها حتى كنحصل على واحد الكريمه سميكه. على هذا الشكل هذا، وبعد ذلك غنضيف لها الحليب المركز المحلى بعد ما برد ليا تماما. نتوما على حسب يعني كاين اللي كيبغي يعني الكلاص يكون حلو وكاين اللي كيبغي يكون الكلاص معتدل الحلاوه، فانتوما غادي تضيفوا وغتحركوا وعلى حسب يعني غادي تذوقوا. الا كانت يعني السكر يعني واداك فما غاديش تضيفوا، الا ما كانش غادي تضيفوا. انا بالنسبه ليا ضفت الكميه كامله يعني كيجي هو هذاك، وغادي نضيف هذوك القطع ديال اللوز اللي كرملناهم، يعني هذيك لا نوغاتين غادي نضيفوها ايضا للكلاص. نحركوا المكونات جيدا، راه صدقوني هذا الكلاص هذا كيجي رائع جدا ومذاقه تماما كمذاق المحلات. وهنايا بعد ما مزجت المكونات جيدا خديت واحد الاطار للقطر ديالو 20 سنتيمتر باش يجيني العلو ديال الكلاص يعني مرتفع، وهكا دخلته في واحد الاطار ديال الكيك. يعني نتوما كيبقى لكم يعني الافكار كتبقى على حسب كل واحد. انا درت هذه الطريقه هذه لان ما عنديش مول يعني بقطر صغير، كنبسط يعني السطح ديال الكلاص ديالي وكندخلو طبيعة الحال المجمد. والكميه اللي تبقات ليا فغادي ناخذ يعني القوالب ديال السيليكون وغادي نحاول نفرغ فيهم الكميه المتبقيه. انا عندي هذا النوع هذا باش نعطي الكلاص ديالي واحد الشكل جميل من الفوق. كما كتلاحظوا كنحاول نضغط على الفراغات، ومن بعد غندخلو يعني نفس الشيء ندخلو للمجمد وغنخليه يجمد يعني ليله كامله من الافضل. وبعد ذلك نزينوه ونقدموه بالطريقه اللي كنحب. وهذا هو الشكل ديال الكلاص بعد ما يعني اخرجته من المجمد. باقي ما كملتش لي التزيين ديالو، خديت هذوك الكلاصات اللي درتهم في يعني القوالب ديال السيليكون وحاولت هكا ندير واحد الدائره في الفوق ديال الكلاص. ومن بعد غادي ندخل في كل ثقب، عندي هادو لي بيبيت او شوكولا خاليين من الجلوتين. وانتوما الا كان عندكم شوكولاته دائبه او مثلا كراميل، يعني كل واحد على حسب المتوفر عنده. وهذيك لا نوغاتين اللي بقات ليا او اللوز المكرمل، وضعت هذيك الكميه كامله اللي تبقات ليا وضعتها هكا يعني بشكل عشوائي في الوسط. وافكار التزيين يعني كتبقى على حسب الذوق. وكما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديال الكلاص النهائي، كيجي راقي في المنظر، يعني تقدموه للضيوف ديالكم والاحباب ديالكم في المناسبات. وكما لاحظتوا حتى يعني جميع المكونات يعني حضرناها فقط في البيت باشياء متوفره. ان شاء الله نتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا خديتوا فكره. هذا هو القوام ديالو من الداخل، كيجي كريمي و
ولا تنسوا دائما أن صحتنا في حميتنا. نلتقي في فيديوهات جديدة خالية من الجلوتين. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.